فات وبعد بكرة يومي تلات معاد حبيبي معاد حبيبي. خير تعال شوف لهون، تعال شوف وين فايتك طم غم على المطبخ وين اللي يا شو؟ خير يا بي بدك شي؟ شو هذا اللي حامله بايدها؟ امي وصلتني عنية زيت كاز. هلا شو بدها امك؟ شو بدها امك بزيت كاز من وش الصبح؟ شو بدها يعني؟ شو بيعرفني؟ لك يخرب عقلها هالمرة شو مبحتره؟ من وش الصبح بتفز على صرف المصاري؟ ما بتقدر ما بتقدر تنعل بتمرض إذا مرة شي صباح وما صرفت فيه مصاري. لك غطي القنينة أنت تاني، غطي القنينة. بيطيها زيت كاز حقه مصاري مو ببلاش. بشو بدي غطيها؟ بشو بدك تغطيها؟ اقعد على المطبخ ابان، اقعد على المطبخ وغطي القنينه بشيل القنينه ابان. ولا وينك؟ انت الك اصبعة مثلنا ولا ما لك اصبعة؟ الك اصبعة تحاشي اصبعتك بتم القنينه. بيطيها زيت كاز حضار حقه مصاري تطلع. حاضر. عظيم ما شاء الله عليك، شو موجب ومدعب. حاضر. ام عبيد يا ابن عبيد لك عند فطور. ايه اجيت. ابي سديها قوام احسن ما يطير الزيت كازات. هات لشوف هات. حكم اذا طار منها شوي بيطير عقل ابوك. منين جبتها انت؟ من عند ابو قاسم. لك ام رامز وين الفطور؟ شو صار فيه؟ طلع عجزاني شعب. ايه يلا يلا جاي. ليش هيك انت باجوقك عريض؟ خود امي خود. ودي السفرة وأنا بلحقك بالحليبات. روح لشوف أمي روح. الله يرضى عليك. صرت اكل تنتين. بتتدبر معك امي، دبرها خود. يسلم ماما. ماما؟ شو هي ماما؟ طول عمرك بتقول لي ياما. هيك علموكم بالمدارس تقبرني؟ لك شو ما عندك مدرسة انت اليوم؟ ما عندي. قوم تطلع على مدرستك. حاجتك اكل عرق السقف. يا اسمعوا على السمعة، خلي الصبي ياكله لقمتين قبل ما يروح. مالك شايفني شلون ذهنه مطمس من كتر الاكل؟ اترك البطيخة، اترك البطيخة من ايدك توسع على مدرسة. خلصنا بقى. انو بطيخة؟ قصدي بيضة. انو بيضة؟ هي ها؟ يا عم بلبو حدا بياكل بيضة بلقمة وحدة؟ بتعرف قديش كرتونة البيض حقها اليوم يا سيد رامز؟ يو، شو بعرفه؟ معلوم ما بيعرف، لأنه لو بيعرف ما كان أكل البيضة بلقمة وحدة. ليكو التاني ليكو؟ يعني إذا أكلها بلقمتين بيرخص حقها؟ بدكم شي؟ أنا رايح على المدرسة. استنى لشو؟ الموجه بعت لي خبر حتى أروح لعنده على المدرسة، بتعرف شو بده مني؟ بجوز بده يتشكرك لأنك خلفتني. تقبر قلبي شو مهضوم يا رامز، ليكون بده يعطيه شي مرحة. إي مرحبا مرحات، هذا وشو مش مرحات؟ قوم تيسر على مدرستك، قوم بعد شوي أنا بلحقك، قوم يلا خلصني. خاطركم. الله معك. الله معك تقبرني. أخذ بيضة ثانية. ماشي خلاص. رخو الحليب رخو. خلطتي مي شي انت؟ ايه ما بدت ايدي عليه، غليته مثل ما هو. مغشوش حليب مغشوش. لك 100 مرة انا قلت لي غيري الدكنجي غيري الدكنجي غيري الدكنجي، ما كنت تغيري هيك مخك انت لامي ما بدك. صرت مغيرة 20 دكنجي كله اضرب من بعضه. صرنا باخر وقت يا عم رامز، صرنا باخر وقت ما في كلام منه. شو عرفك؟ مبينة من هالغش اللي حوالينا. فصاع ما عاد حدا استحى ولا عاد حدا ابتدع، وصار الغش حولنا وحوالينا فوقنا وتحتنا. ولك الحليب واللبن عم يكسروهم بالمي، عم يكسروهم. زيت الزيتون عم يخلطوه بزيت الي.
لكن بنزين لا تروحي بعيد ام رامز، البنزين عم يخلطوا زيت كاز، والزيت كاز والماسط نص المي. البن مخلوط بقضامه محمصه، الزعتر كله خبز، يابس ومطحون كمان. لكن بدنا دوره، بدنا دوره، بدنا دوره. عم يعطوها هرمونات حتى تكبر، والفرازيج عم يدقوها ابر مي ليزيد وزنها. والبطيخ هلا رح تفتح لي نفس الموشح تبع كل يوم؟ يعني نحن شو طالع بايدنا نعمل؟ فعلا يا ام راميس، فعلا ما بيطلع بايدنا نعمل شيء. لكن بايام زمان كان الغشاش يضرب طوب نص السوق وتمرق هالناس وتبزر عليه. الا كان الغشاش الله ما بيحبه بعد اسمه، ولازم يتعاقب وينردع. عم اقول لك حلاوه ما لاخي، والله ما لاخي. الك لك حلاوه شاميه، الك معمل سعاده اخي هون عنا. الك شرش حلاوه، شرش حلاوه اصلي وطحينه ملوكيه. اي والله الك اخي، هي غلطتك انت، غلطتك انت. لك غلطتي انت تقسى شيء ما تقسى. راح تحكم لما بتدوقها. انا راح ابعت لك عيني محفوظه، ايه، واكيد راح تدعي لي. وينك عبد عبدو؟ الله يرضى عليك، بكي بتبعت لي محفوظي هالألف ليرة اللي بقيت مع حساب الجمعية الماضية؟ ايه بحساب عني. نعم. بعد يومين؟ ايه مو مشكلة، بعد يومين يومين يعني. ايه قال لي ابو عبد الله معك مع السلامة. يا فوزي، وين يا فوزي؟ نعم معلم. شو عم تسوي جوا انت؟ عم باجي العجنة معلم. اترك كل شيء ميلك، تعال هون اوامي، اوام تعال هون. حاضر. مر معلم، تاخذ لي هالعينه من هالطبخه جديده لابو عبد العربيني. ابو عبد العربيني؟ ايه ايه ايه، جارنا، عرفنا حلو. ايه ايه بعرفه بعرفه معلم. ايه روح مثل طي طايره هوا، توصل له الطبخه هي وترجع. لا تروح هيك وهيك، روح هيك وهيك لانه انت. حاضر معلم. كمان حاضر. ابواب الله يطعيك ابواب. ابو عبد العربيني، ابو عبد العربيني. اهلين اهلين رامي. السلام عليكم. عليكم السلام. وكيف؟ لك شو مساوي انت؟ انت شو مساوي انت يا؟ شو مساوي؟ ما مساوي شيء. ماك مساوي شيء؟ بتعرف اني انا اليوم رحت على المدرسة تاعك، رحت على المدرسة تاعك وشفت الموجه؟ بتعرف الموجه شو قال لي تعرف؟ منين بتعرف؟ طبعا ما بتعرف، كلكم خشمة لما بتقعوا بالذنب. كمان شو كمش اليد وبالجرم المشهود وانت عم تغش بالمذاكرة. والله وكيلك ما دخلني، رفيق اللي قدامي اللي حش راشيته من تحت المقعد. وعلى فرض وعلى فرض انه هو اللي حش لك راشيته. انت ليش لحتى تفتحها؟ ما بدي اعرف شو فيها. ولك انا اللي 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 شو بتكره بالدنيا؟ بهالدنيا كلها شو بتكره انت بابا؟ بقول لك الغش والغشاشين يا اخي، ما بحبهم ما بحبهم، وعم بدعي لربي ليل نهار ينجينا من الغش والغشاشين. يخرب بيتك. الله وكيلك يا يابي، والله اساتذه كلهم متحططين علي وعم ينطروني على وحده. متحططين عليه؟ اساتذه 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 هلا ما لو غيرك يتحططوا عليه؟ حطوا حطامك الهي قدامك حطوه. يا فوزي تعال لك يا هون، تعال. خير معلم؟ خذ الحبلة وربط لي الغشاء جوا على المعجنة، على المعجنة اربطه. خير ان شاء الله. شو عامل؟ شو عامل؟ عم يغش بالامتحان. خذه. بسيطة بسيطة معلم. أنا بتشفع له المرة. لك شو بتشفع له؟ خلاص بقى، قسما بالله بربطك جنبه أنت الثاني. ها؟ لا 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 دخيلك يا معلم، امشي. اوعى فوزي ها؟ تندم عم اقول لك اوعى. امشي. شرف رمز أفندي، شرف. لك يا فوزي لك، وين الصحبة؟ لك أعطيني هالمحروستين. لك شو؟ لا تقص لا تقص الحبله، لا تقص، بعدين بقول له لابي انك عم تاكل كل يوم كيلو حلاوي. ها والله شو عم تعمل؟ عود حبيبي، عود عود على الكرسي. كلكم على يما ناوني، حتى انت يا فوزي. لك عن جد والله كان عن مزاج. انا برجيك. وعد فوزي، وعد ها، وعد فكه، قسم بالله العظيم، قسم بالله العظيم، يا ابي فكه 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 فكه. حاضر معلم حاضر. شو هالظلم هاد يا؟ شو انا اول واحد بغش بالامتحان؟ ام راميز، ام راميز. نعم. شو نمتي؟ ايه نمت. قومي لكان الله يرضى عليكي، نطي على المطبخ جيبي لي كاسه مي. يو عم بقول لك انا نايمه. لك شلون نايمه؟ شلون نايمه وعم تحكي وعم تحكي معي لكان؟ يعني بعمرك ما سمعت عن وحده بتحكي وهي نايمه؟ انا عم بحكي وانا نايمه. هلا رح تقومي على المطبخ ولا شلون؟ لا مالي قايمه. وليش بقى مالك قايمه؟
لاني انا زعلانه، زعلانه على ابني اللي حش لي اياه بالمعمل دون شفقه ولا رحمه. شلون الك قلب تتركه هنيك؟ شلون يا لطيف يا لطيف، شو قلبك قاسي؟ بيستاهل لانه غشاش. اذا كان وانا اكره شيء عليه بهالدنيا، شو اكره شيء عليه بهالدنيا؟ غش والغشاشين بكرهون، بكرهون الغشاشين. انا بخليه يتربى من صغره احسن له. هلا لانه تنقل له كلمتين بالمذاكره صار مجرم وغشاش؟ هلا هيك انا هيك اخته انتي؟ اخته لمرائي؟ لا ماني اخت مرائك. اذا هيك تفضل لحالك، روح على المطبخ اشرب لكان. ابوه ليش لحتى ما اقوم؟ يعني شو رح يصير لي؟ يعني رح تطلع لي الغوله بالمطبخ؟ الحمد لله يلي مالي مكرسح أولادي اعرج، بس تضرب حاجه الرجال للمره، تضرب ما بشعر. ابرمس دخيلك الحقيني يا ابرمس، ابرمس الحقيني يا ابرمس يا ابرمس. لا 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 شربت انت؟ شو شربت؟ لا حدا يدحني، لا تدحيني منوب. لا حدا يدحى؟ ليش مين في غيري بالبيت؟ ابنك محبوس بالمعمل الله يعينه. لك اللي شو شربت؟ شو شربت؟ زيت كاز. شو بدي اشرب يعني؟ ابعت لي حمى على هالنزوة. انا حالي كاز على الطاولة بالمطبخ بالنهار وهي على قلبي يا ابو رامز. الله يخليك، دخيلك سامحني يا ابو رامز. سامحك؟ دبريني بعدين بسامحك. يلا رح اركض جيب الاسعاف. انا وعد كل شيء للاسعاف. وعد لا حدا يطلب لي سياره الاسعاف. بموت دغري اذا شوف سياره الاسعاف. لا حدا يسعفني منوب. مين الحدا؟ ليش في غيري وغيرك هون؟ الله يعينه ابنك ملحوش بالمعمل لحاله ولي على قلبي ان شاء الله. لك ابو رامز ولا تربطت دياتي، شو بدي اعمل؟ اركدي اركدي على راس حالك، فيق الدكتور كمال وجيبيه لهون قوامي. الدكتور كمال مسافر برات البلد. راح اموت يا برامز، لساتك واقفه هون؟ برامز دخيلك دبريني. برامز يا ربي شو بدي اعمل؟ لو كان ابننا رامز هون كان لنا 100 حل. لك قومي اركدي على شي صيدليه وجيبي لي شي دواء. يا مصاريني حاسس انه راح يتقطعوا. طيب وشلون بدي اروح لحالي بنصاص الليالي على الصيدليات؟ مين راح يخطفك يعني؟ خلصيني راح اموت. يلا يلا راح احط شي على بدني واركض. ها برامز اذا شئتي من برا بلقيتيني مسلمه. بعيد الشر عنك، شو الحكي هذا؟ اسمعي شو عم اقول لك، اذا رجعتي ولقيتيني نافخه بتاخذي من ابو عبد العربيني 1000 ليره بقياني اللي معه فرق حساب، وبتاخذي من ابو معروف 2300 ليره حلاوه. فهمتي؟ يا عالم يا عالم يا ناس، شوفوا انا بشو هو بشو. يعطيك العافية يا أخي، دخينك الحقني. جوزي شرب زيت الكاس بدل المي ومعدته عم تفور وتغلي. يعني شو بتريدي؟ شو بتحبي نعطيه؟ بدي تعطيني دواء مشان ما يتسمم من زيت الكاس. وليش ما أسعفتيه يا أختي؟ ما رضي يا أخي ما رضي. جوزي من زمور الإسعاف بغوطين، ومن شوفة السيارة تبع الإسعاف بصفرين. ماشي الحال، طولي بالك شوي. يا اخي الله يخليك عجل شوي، شو عم تقرا هلا؟ طولي بالك، انت نسياني اني انا صيدلي مو دكتور، ما لازم نعرف بالضبط شو لازم ياخذ. الله يجزيك الخير، بس عجل شوي يا اخي الله يخليك، تركته عم يبحث بالاراضي ويفرك من معدته ومصارينه على ولد. معدتي مصاريني. الو مرحبا، يعطيك العافيه دكتور. بدي اسالك سؤال الله يخليك، هلا اذا واحد شرب زيت كاس شو لازم نعطاه؟ ايه ايوه شو هالحكي؟ ايوه لا لانه انا كنت بدي اعطيه مقيئ.
طيب طيب يعطيك العافيه. يعطيك العافيه يا اهلي. طمني الله يخليك. شو قال؟ عم بيقول انه ما في ضروره للمقيئ، لو اعطيناه كانت ضربه الرئه. شو كان لازم نعطي لك؟ ما في داعي ابدا، اذا ما صار معه مضاعفات ما في داعي لاي شيء. زيت الكاز بينظف المعده وبيقتل الدود، معه دود شيء. ايه شو بعرفني؟ شو انا قاعده بمعدته؟ شايفتك قاعد. وليش لحتى ما اقعد؟ ليش يعني لازم تضل واقف يعني؟ لا يعني ما صار لك شيء؟ لا ما صار لي شيء، شو بده يصير لي يعني؟ والزيت كاس اللي شربته؟ ما اثر فيني. دخلك انت منين شريتيها هي انينة الزيت كاس؟ هلا لشو السؤال هذا؟ منين بدي اشتري زيت كاس يعني؟ من عند ابو قاسم؟ انا بورجي لها الخشاش ابو قاسم. بتعرفي ليش ما صار لي شيء بعد ما كرعت نص انينة الزيت كاس؟ ليش ما صار لك شيء؟ لانه مغشوشه نص مي، بس هيك حكمه الله. الله بعد اسمه بده يكشفوا للغشاش. انا بورجيك يا ابو قاسم، اذا بكره ما جبت له تموين والصحه ولجنه مكافحه الغش وخرفت له بيته بكون اسمي ابو رابز. صباح الخير. الو خيرات. بسيطه، حسابك عندي. لك انا شو دخلني؟ اذا المعلم هيك بده. هلا صار ما دخلك ما؟ بسيطة. إذا ما بفسد عليك لأبي إنك كل يوم عم تاكل كيلو حلاوة، ما بيكون اسمي رامز. يعني رح تروح على النار لو تركت الحبلة ملخية شوي ما؟ ضميري ما طاوعني. مين هاد؟ يلا رامز، يلا. يلا على مدرستك أكيد، وحاجة بربدة بقى، ويا ويلك إذا خشيت مرة ثانية، يا ويلك. ماشي حالك. بخليه ينفعك. ايه مين هو؟ ضميرك حكيت لي عنه قبل شوي. الله معك، مع السلامة يا فوزي. نعم معلمي. تعال هون لشوف، تعال عود قدامي. خير معلم. لك آخ 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 يا فوزي، شو لك شو الدنيا هي؟ الناس صايرة مجبولة بالغش جبل. بتصدق اني امبارح بالذات امبارح شربت نص انينه زيت كاز وما صار لي شيء؟ شو هالحكي؟ ما صار لي شيء عم بقول لك، مغشوشه طلعت مغشوشه. عجبك هالحكي؟ معقول ما صار لك شيء؟ لك مثل ما عم اقول لك ما صار لي شيء. لكني قدامك انا اخ، بس الواحد بهالدنيا ما عاد يامن لشيء بنوب. انا بعرف حسابي معك يا ابو قاسم، بعرفه. بسيطه معلم بسيطه، المهم الحمد لله على سلامتك. ايه سيدي شو بدك تفطرنا اليوم؟ شو رايك معلمي بمناقيش زعتر مع برات شاي؟ لا لا ما بدي مناقيش بزعتر، انا مناقيش بزعتر. الزيت اللي عم يحطوه مع الزعتر مو مزبوط، مغشوش، عم تصيبني حرقة منه معدتي. ايه طيب شو رايك بصحن فول مرتب مع رغيفين مشروحين وبصلتين تازة؟ لكن المشكلة انه عم يحطوا للفول عم يحطوا له مبيض مشان يفتح لونه، وكربونا حتى يستوي بسرعة، وملح الليمون بدل الليمون، وزيت نخب عاشر بدل زيت الزيتون الصافي. بقى شلون بدي أمن آكل صحن فول من السوق؟ ما بأمن. مزبوط طبعا طبعا معلمي، ما بيتأمن. معناته معلم ما لنا غير نعمل شوية شرحات ونحطهم على رغيفين عجين بهالفرن. لا سيدي لا، ما بدي لحم شرحات. شو لحم شرحات انت بتعني؟ ما بدي لحم شرحات. تعرف ليش؟ لانه اللحم اللي بالسوق كله لحم بيلا واناتي. شو بدي امي باب؟ ابصر شو عم يحطوا كمان معه، ابصر. طيب معناته هلا شو بدك تفطر مع مين؟ شو بدي افطر؟ والله احسن شيء افطر حلاوي. حلاوي؟ ايه حلاوي. ليش مستغرب كل هالقد يعني؟ لا لا والله ماني مستغرب عني. اصبح اليوم حط لك صحن حلاوي مرتب من الطبخه الجديده. عاد بقضى طيب رايح نط اوام لعند ابو محدين جيب لي علبة من عنده. شو ما سمعت لسه؟ لا 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 سمعت معلمي سمعت. إيه بس معقول اطلع لبرا اجيب لك حلاوة ونحن عندنا معمل حلاوة جوا؟ طيب شو بدك يا شغلة انت؟ انت 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 شو بدك يا شغلة؟ اعمل له القبض بعمل لك قوام قوام. حاضر معلمي. اشو مجنون انا حتى اكل من الحلاوة تبعي؟ شغل معملي؟ ما جنيت لسه.